بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا كريم. ظهر أن هذا العنوان تكرر كل بداية رمضان، العام الماضي هم صار نداءات التوبة. على أي نتكلم حول التوبة؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. التوبة ليست في شهر رمضان فقط. تعود بعض الإخوة المؤمنين، الله يتقبل أعمالهم وأعمالنا، أنه في يوم عرفة يقولون يغتسل غسل. غسل يوم عرفة هذا مندوب، وغسل الزيارة هم مندوب، يصير غسل واحد وفي نيات متعددة، ومنها يقول غسل التوبة. قلت لهم أنا لا تغتسلون غسل بنية غسل التوبة. قلت نرجو أن يوفق الله للتوبة. غسل التوبة يعني من تغتسل تعهد ربك بعد ما تذنب أبدا. فمن يزعم لنفسه أنه كما قال، قرأت في أحد الصحف الحديث عام يعني، يقول عن الماضين، عن الماضين يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال لا لا تكذب وأتوب إليه، أنت ما تتوب بعد كل حين تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أنت يعني شوي تجري. نعم، فليراقب الإنسان كل لفظة تخرج هي مثل العهد مع الله. فإذا يقول وأتوب إليه فعلا يعمل بهذا العمل، أما إذا قال وأتوب إليه وفكر في ظلم الناس أو مصر على ظلم الناس فقد كذب على نفسه قبل أن يكذب على الله. كلمة وأتوب إليه ليست سهلة يا أخواني. أتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إذا قالها يكون في محلها، يعني يكون عنده، يعني الإنسان عند كلمته، فكيف مع الله؟ مع الناس لابد أن يكون كلمته لها وزن واحترام وتقدير وكأنها عهد، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، استغفروا ونسألوا أن يوفقنا للتوبة، نحاول أن نتقرب إلى الله بهذا. لا أقول لكم لا تقولون وأتوب إليه، قولوا لكن يكون مع الالتزام، واللي يشوف نفسه ما يقول يسأل قلبي يقول أسأله التوبة عليه أن يوفقني للتوبة. على أي حال ما هي التوبة؟ نتكلم، لا وأنتم تعرفون التوبة بمعنى العام يعني أن الإنسان يترك الذنب. التوبة يتوقف عن عمل باطل، هذا العمل اللي يتوب منه يتوقف أول عنه الآن إذا كان يعمل، وإذا عمله خلاص غير. إذا توقف منه أو عنه الآن أو كان قد تركه عمل كذا، فليبادر بالاستغفار إلى الله، باستغفار الله عما بدر منه بصيد. أستغفر الله يعني وأن يندم على ما فعل، من باب الشيء بالشيء يذكر. الفرق بين الأسف والندم، هاي يخلطونها بعض الناس ما يعرفون الفرق بين الأسف. أنا نادم على عملي، أنا آسف على عملي. لا، الندم أن تتأثر وتحزن وتتألم على شيء يعني غير لائق قد عملته. يعني كان واحد يأخر الصلاة من المؤمنين من غير عذر، ما قلت لك الصلاة مؤمن ما يترك، لكن يأخرها وقت ضايق بها شوي من غير عذر، فهذا يندم على فعله لأن فعله غير لائق غير حميد، هذا الندم. أما الأسف فأن يتأثر على فعل جيد لم يعمله، فرط فيه. شوف الفرق، يمكن الصلاة احنا خلطنا،
مفروض الدين، واحد أخذ من عند إنسان قرض ولم يؤديه إليه، لم يؤديه إليه مع قدرته، فهذا يندم على فعل تأخير. أما الأسف فأنه تفوته فرصة زينة كان قادرا على عملها ولم يعملها. يا أسف على يوسف، يعني كيف فرط فيه؟ يا أسف على يوسف. بينما الذي قتل أخاه فكان من النادمين لأن فعله قبيح، فندم على فعله القبيح، بينما هنا يوسف تأسف عليه أبوه لأنه لم يمسكه، لم يفعل الشيء الزين، لم يفعل، ذاك فعل القبيح، هذا لم يفعل الحسن، فالأسف على عدم فعل الحسن والندم على فعل القبيح. عرفتم؟ مرة فعل مرة عدم فعل. الندم على فعل القبيح والأسف على عدم فعل الحسن. يا أسف على يوسف لأنه لم يمسكه، لم يمنعه من إخوته، يعني شيء حسن لم يفعله في ذلك الوقت، لم يحتط لنفسه. أما الذي قتل أخاه أصبح من النادمين لأنه فعل القبيح. فهنا في التوبة نكون من النادمين، من النادمين لأننا فعلنا شيء غير لائق. فاستغفار وندم، توقف عن العمل واستغفار وندم، ثم محاولة محو آثار العمل الذي أقدمنا عليه. يعني ماذا الآثار العمل الذي أقدمنا؟ إن كان قضاء صلاة قضيناها، إن كان قضاء صيام قضيناها، حقوق الله نحاول نؤديها، حقوق الناس أيضا نحاول أن نؤديها. أخذنا واحد مبالغ من المال أو أمانة أو الشيطان لعب علي، تأخرت ما أعطيته، نسيت شيء، المهم أبادر في قضاء ما علي تجاه هذا الإنسان، عندئذ هذه آثار التوبة. لعله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما قال واحد أستغفر الله ربي وأتوب إليه قال ويلك، أتعرف ما الاستغفار؟ وقعد يعدد له، يعدد له منها أن تذيب كل ما نبت من في بدنك من الحرام، أن تذيبه، يعني بالصيام بالكذا بالتقى إلى أن يتحلى، مثل ما نعبر إحنا عنه في الفقه الجلال، يمكن تعرفونه، مر عليكم الحيوان الجلال، يعني الحيوان اللي كان متعود على أكل نجاسات نحبسه ونعطيه طعام كله طاهر، الدجاج والديك الأول تعرفون إحنا قرى وعدنا كذا، ويطلع هذه الدواجن تطلع وتأكل العذرات والقذورات، فما يجوز نذبحها وناكلها ولا ناكل بيضها بعد، بيض حتى بيضها ما ناكله لأن يصير حيوان نجس متنجس. هذا إذا أردنا أن نذبحه ونأكل لحمه نحبسه 3 أيام، نعطيه طعام طاهر وماء إلى أن يروح، هذا حيوان صغير يذوب النجس ثم يتعود كذا. إحنا هذا مثال لنا، نذيب النجس، نذيب الآثام بماذا؟ بالاستغفار، بالتوجه إلى الله، بالصلاة، بالصيام، بكل هذه الأعمال، حتى ينطبق علينا إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا جت الحسنات تختفي السيئات. التوبة إلى الله باب عظيم فتحه الله لعباده، من أهم الأبواب. لماذا؟ حتى يضمن لهم خط الرجوع إليه. أما الإنسان إذا أذنب بعد ولا مجال للتوبة، هذا ييأس من روح الله، كما أورد الإمام الصادق مثل له في محل شوي ضرب مثل، هذا الماء جعله الله لنا مطهرا. واحد أي واحد عنده نجاسات يروح يغسل يده، يتسبح شيء، يطهر كذا،
يقول الإمام الصادق حسب ما ينسب إليه في الحديث كان بنو إسرائيل يقشرون لحومهم من باب الطهر، يقوم يقشر لحمه مثل واحد اللي عليه إحنا صوبه يبي يطير، هذا يقوم يقشر لحمه حتى يطير نجاسة. الله رحمنا بالماء والتوبة، هذا كل يرتب. فباب التوبة يزيل ما بنا منها، مو يؤدي بنا إلى اليأس من روح الله ولا أن نتلف أنفسنا في سبيل أن يتوب الله علينا. لا، لا تتلف نفسك، هذا خط مستقيم تسير عليه من قبل البعيد، يمشي في خط معوج، يترك هذا الخط ويبدأ من جديد الخط المستقيم ويصل إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط يؤدي بك إلى الله. نراجع أنفسنا في اليوم، في الساعة، في الشهر، في الأسبوع، دائما. ها؟ وكما ورد في الحديث خيف الله خيفة كأنك تراه، والله جل أن يرى، لكن من باب التمثيل، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت تعلم أنه لا يراك، وإن كنت تزعم أنه لا يراك فقد كفرت. إذا واحد يقول الله ما يشوفه هذا كافر، وإن كنت تعلم أنه يراك وذلك حق، كلنا نعلم أنه يرانا الله، وإن كنت أنت تعلم أنه يراك ثم تبرز إليه بالمعاصي فقد جعلته أهون الناظرين إليك، لأن أنت تتحاشى في المعصية من بعض الناس، ربما من كل الناس ومن بعض الناس، يمكن بتروح تلعب وكذا وما أدري هالأشياء، اللعبة المكروهة أو المحرمة، لكن سيد فلان ما أبغى يشوفني، أصبع يعني ما يخالف خلهم يشوفني، بس سيد فلان ما أبغى يشوفني، هذا أنا أستحي منه، وإذا شفت جئ قمت ركضت. أنت يقول تخاف من سيد فلان؟ خاف من الله أول شيء. وإن كنت تزعم أنه يراك، تعلم أنه يراك ثم برزت إليه بالمعاصي فقد جعلته من أهون الناظرين إليه، يعني هذا ما له قيمة. ولكن الإنسان لن يعرف أن عفو الله واسع. وتقول الآية عليكم السلام ألم تعلم بأن الله يرى، وقال أحدهم وقال الإمام الخميني رحمة الله عليه بالفارسية شيء جميل، نفس ترجمة ألم تعلم بأن الله يرى أو أهو الناظرين إليك. إذا تسمحون لي أقولها، أنا ما أفهم فارسي بس حافظنها. عالم يعني العالم، محزري خداست، العالم هو محضر الله، بيت الله، در محزر خدا في بيت الله معصيتنا كني. يقول مثل ما أنت معزوم في مكان مجلس، ها؟ يقول فهذا العالم هو مجلس الله، بيت الله، هذا الله خالقنا إليه، في بيته لا تعصي، تروح بيت ناس الحين تأذيهم، بالعكس تحترمهم، كرمينك وكذا، تحترمهم، تشوف أولادهم، تلاطفهم كذا، تتفقدهم، مو تسيء لهم في بيتهم بدل تكريمهم، عازمينك عزيمة تسيء لهم ما يصير. يقول كذلك الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وين تروح؟ ولذلك لما يعمر ذكر الله في القلب، ولما الإنسان دائما يرجع إلى الله كل لحظاته، هيته يوزن الأعمال قبل أن تكلم بدون وسواس. طبعا هاي الوسواس شطب عليه، لأن أحيانا الشيطان يجي ويقول أعمالك كل هذه ما يرضاها الله، اتركه، هذا شغلته، رجال يشتغل 24 ساعة، يعني رجال ما عنده عطلة، إبليس ما عنده عطلة، لا عطلة سنوية ولا عطلة الربيع ولا عطلة كذا، ما يرتاح، في شقاء، لعنة الله عليه، تعب نفسه، خسارة. قول هذا الملعون في خسارة وهو مستمر في الشغل، ها؟ هذا لا تصغي إليه، ولكن في الاعتدال توزن عملك هذا لله أم لا. الإسلام حدد يا إخواني حتى الخروج، تقديم الخطوة في الخروج من البيت، أي رجل
في دخول المسجد أي رجل، في الخروج من المسجد أي رجل. قص راقب نفسك في خطواتك، مو قصد أنت دخلت لو دخلت ركض دخلت كذا قدمت اليسر اليمنى، ما يشغل الإسلام شيء، لكن قصد راقب خطواتك قبل أن تقدم على شيء. فإذا أنت بتدخل المسجد قدم اليمين وبتخرج العكس، وإذا بتدخل أجلكم الله بيت الأدب تقدم اليسار والعكس، إذا البعيد بيروح يسرق يقدم أيه خو لا يمين ولا يسار، يقول هاي ما ممنوع. إذا بيروح لمحل مو زين يقدم أي رجل، تقول هذا لا لا الله ما أمرنا بعد، نهانا أصلا لا يمين ولا يسار. هذا المحل اللي بروحه أقدر من المرحوم، لأن المرحال على الأقل قال قدم اليسار، هذا قال لي لا تقدم شيء. فعدنا حدود معينة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الحدود ما نتعداها. نأتي إلى شهر رمضان المبارك. شهر رمضان محطة لمراقبة النفس والتوجه إلى الله، محطة الإنسان يراجع فيها نفسه. لو الأيام كلها كذا ما فيها أي محطة، لا فيها حج ولا فيها رمضان وما شابه ولا شعائر الله ولا كذا، يعني الإنسان فارغ كهؤلاء الناس التائهين، خلنا نعبر تعبير شوي ألطف، التائهين يعرفون شيء هم وعلفون. بل قد يتخذون من شهر رمضان شهرا للعب القمار والورق والأشياء الملهية. احنا ما بنقول محرمات، ما باشرع من نفسي، يمكن بعضهم يمكن يسكت عنها، بس ملهيات تشغله عن ذكر الله. هذا يخلص صلاة وفطورة وعلى أول فيها الخيام شيشة لقريب الصبح، لو تركنا تحريم الغليون وكذا ما نتكلم فيه، احنا ما احنا فقهاء، ولكن تضييع الوقت من اكبر الخسارات. الوقت لا يعوض. الشباب حفظكم الله، الله يطول اعماركم، يمكن ما تحسون بالوقت العظيم. احنا هذا اللي بيض هذا خلاص بيض شعرنا، نحاسب نفسنا بالساعه. يمكن تقول انت هكذا، لا يعني المهم على اي حال اشوف الساعة على الاقل اشوف فيها شيء مفيد، مو اقعد هكذا واضيعها. ولو زيارة الانسان المؤمن اهم شيء مفيد، حتى ترويح النفس تروح على مكان تروح نفسك شيئا ما شيء مفيد، تتزود لطاقة جسمانية طاقة روحانية طاقة. اما ان تفرط فيه، سامحوني ما اهجم عليكم، ومن التفريط كثرة استعمال التلفون في غير محله. ما أقول لك لا تطالع بعض أخبارك حتى في صلاة الجمعة، حتى هذه إذا كانت تستفيد تحصل فائدة على عيني ورأسي. أما إذا صار سلوى فقط، هذا هاي من الملاهي، تضيع وقتك. نعم تضيع وقتك في هذا أحسن من الحرام، ما في إشكال، لكن أنا قصدي حاول أن تحول إلى فائدة. حتى هذا التلفون تأخذ من فوائد معينة وتدونها، في فوائد في كذا تبحث، هي وسيلة من وسائل. على يعني شهر رمضان محطة للحساب، محطة لمراجعة النفس، محطة لزيادة اللقاء بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لما ورد في الحديث أيامكم فيه كذا ولياليكم ساعة أفضل ساعات وكذا إلى آخر، وأنفاسكم فيه تسبيح، بل أن نومكم فيه عبادة. نومكم فيه عبادة وإيش معناها؟ لأن تريد بهذا النوم أن تتقوى به على طاعة الله. لما جلس بعض الصحابة مع سلمان أو التابعين، كل واحد يقول يتكلم عن أعماله الصالحة أن يعمل وما يعمل، قال سلمان أنا ما عندي شيء مباح. يمكن هالحديث سمعتوني مني من قبل، الأعمال خمسة أعمال. الأعمال إهني الواجب
وأقل منه مستحب وأقل منه مباح، أو نقول مباح واجب مباح مستحب مباح، المباح صفر يعني اللي يفهمون الهندسة سين صفر صاد صفر الإحداثيات. اسمحوا لي يعني استكلم الكلام. بعدين يجي المكروه، بعدين يجي الحرام، خمسة. طبعا المكروه الحرام هذا المؤمن يتبعد عنه، الحرام طبعا يتبعد عنه، المكروه هم يتبعد عنه قدر الإمكان. المستحب الواجب هو بيأدي، المستحب هم يحاول يأدي، المباح للجميع. هذا يقول أنا ما أوصل إلى أنقص إلى سين صفر صاد صفر إلى المباح الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه. قالوا كيف أنت ما تأكل وتشرب؟ تصلي وجوبان صحيح، تصلي مستحب صحيح، لكن أنت تأكل وتشرب الأكل والشرب هذا عادي. قال لا، أنوي بأكلي وشرابي التقوي به على طاعة الله. يقول أخلي كل ما أخليه أقول اللهم إني أتقوى بها على طاعتك، فتحول إلى مستحب. أرأيت الإنسان من عندها انتهى حديثه، أرأيت الإنسان في شهر رمضان كيف يستحب له السحور أن يأكل في آخر الليل؟ هذا الأكل لكن للتقوي به على طاعة الله تحول الأكل إلى مستحب. وبعد أقول لأخواني وأن يعجل الإفطار، يعني من يصلي بادر للإفطار لا يتأخر لأن مكروه يستحب له تعجيل الإفطار. لماذا؟ للتقوي به على طاعة الله. في مسألة رمضانية سامحوني أجيبها شوي، في عندنا أطفال، عندنا أنه الولد والبنت كذلك لا يصومان إلا إذا بلغ. بلوغ البنت مختلف فيه بلوغ الولد، أنه أما أمارات البلوغ المعروفة عندكم أو أنه يتم 14 سنة، والبنت مختلف فيها أن تدخل 10 أو أن تورد الدم وكذا ما شابه ذلك، وهذا لعله بعض الفقهاء يكون أحوط، وأنا لست فقيها والكذا بس عندي آراء أتكلمها. أنا أقول لي جعلها أن 9 البلوغ هذا من آثار عائشة وليس من آثار كذا، ومشت على التقية هاي في تصوري أنا، حتى يقول عائشة تزوجها 9 دخل بها 9 فقال البلوغ في 9. مع احترامي للفقهاء الذين عندهم الروايات وهم يستنبطون الأحكام، على أي حال آتي للولد ثم آتي إلى البنت. يا إخواني ورد في الشرع الحنيف تدريب على الصوم وليس إكمال الصوم، فلا تجبرون بل لا تسمحوا لطفل صغير خاصة دون 10 أو 11 أن يتم صومه لأنه يضعف. تمرين الصوم يعني للظهر، تخلي يصوم ويشرب ويأكل متى يجوع. وإن إذا كان هذا ما في أحاديث في التدريب على الصيام، في أحاديث الصيام عند اليوم، في أحاديث التدريب على الصلاة. هذا يجي اليوم ولدي الصغير يعني ولد بنتي جم ركع ركع الحمد لله رب العالمين الله أكبر ومشي، يمكن مقبول عندنا أحسن صلاة عند الله، هذه الدرب على الصلاة. مرة ثانية يقول لي ركعتين هذا، مرة ثالث كذا، إلى أن يتفهم الصلاة، تدريب على الصلاة. أما التدريب على الصوم فلم يرد أبدا في الأحاديث. فلا تسمحوا لأطفالكم الصغار أن يصوموا. نعم إذا وصل 10-11 شديد لا يخالف هذا الوصام، وعنده إمكانية طبعا، إذا ما عنده إمكانية يفطر، بس لو شفت أن عنده قدرة وكذا أنا ما أنهاكم عن ذلك. إذا 11-12 ما أنهاكم عن ذلك، إذا عنده قدرة خليه يصوم، بس أدنى 9 و8 هذا لا تعملوا قد ندخل في محرم. هذا ما يتعلق بصوم الولد من حيث المبدأ، في استثناء ضجيب صوم البنت نفس الكلام، إذا كانت لم تبلغ فلا تصوم تمرينا،
تمرين صوم الظهر، لا أن تتم الصوم. يبقى الاختلاف في البلوغ، هل هي أم بداية العشرة تبلغ أم تسعة كملت التسعة دخلت العشرة على ما هو الآن عند بعض الفقهاء أو كثير منهم، أو أنها تنتظر الدم للتكليف؟ في الحالة الأولى بل في الحالة الثانية بل في جميع الحالات، إذا ما استطاعت الصوم على فرض القبول بالتسع فلتفطر، لا تجبرها على إتمام الصيام، ولتقضي إذا كبرت، كأنها حالة الذين لا يطيقونه ولكن كونها مستقبلا بالطيقة تقضي إذا كبرت بدون كفارة، هذه عاجزة. وحتى لو بلغت وهي عاجزة، واضح الكلام؟ وكذا الولد إذا بلغه عاجز، افرض بلغ الولد ولكن عاجز، هذا عنده عطش عنده شيء عنده مرض عنده كذا، الآن يقضي إذا كبر. طبعا تلاعون أطفال السكر مراعاة خاصة، هؤلاء حاولوا يتجنبهم الصوم قدر الإمكان إذا كان يتعبهم، هذا واقعا هو دائما يجب الالتفات إليه، وللإنسان يصير أكثر من الشرع. إذا الشرع عطنا السماح عطنا التوجيه نرجع. فهذا الشهر من شعائر الله محطة لمحاسبة النفس والالتقاء بالله ومراجعة ما حدث ومحو ما حدث والعزم على الترك. إنسان مو يقول بس الحين إحنا هذا، لكن خلي يطلع شهر رمضان شوف أسوي فيه. مرة باب النكتة يعني، بس هي واقعية. سألني بس أنا مستشكل يعني، سألني أحدهم عن أحدهم عن واحد عليه علامة استفهام بس كذا سألني شهر رمضان قد روح في الليل ما كلمك. هي على احتمال أن تكون غيبة، أنا أعتبر يعني هذا بس ما يجر جرح صومي يعني، روح في الليل ما كلمك. هذا من باب الشيء الشعبي اللي عندنا. على أي حال في الليل أو في رمضان في غير رمضان ما يجوز، وإنما هذا من باب الاحتياط، لأنه الرجل عليه كذا علامات استفهام، وهذاك من باب النصح إليه، مو أنه حرام بقول عنه، ولكن أنا مثل عادي يعني، خلص رمضان شوف بسوي فيك شو. كأن رمضان هو فقط شهر العبادة، وإذا خرج لا، رمضان شهر محطة مراجعة، مراجعة النفس. فالإنسان يعرض أعماله، ترى عملت كذا وكذا وكذا، شهر الله من يجي بعد يأخذ تمرين بأنه وعهد ألا يرجع إليها. طبعا أنا خطأهم ما يرجع، قد يخطأ بس سرعان ما يستغفر يرجع إلى الله، كما قال القرآن الكريم، كما قال الله في القرآن الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يجي الشيطان هذا اللعين بالمرصاد ولا أدري هالقوة والقدرة، قدرة هذا اللعين لا أعلم ولا أي درجة، بس بضرب لكم مثل. إذا هذه قدرة الشيطان على الناس مثل لنا، فكيف بقدرة الله؟ إذا هذا الشيطان حاط باله جنة جنود بعيد ما يخليك في أي محل إلا يرد عليك، إذن الخالق العظيم ما هي قدرته؟ ما هي عظمته؟ لا تحال. ما هي الإمكانات؟ إذا هذا الواحد مخلوقاته المجرمين هكذا يعمل في الناس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما يستقر، فقط خاطر على البال يجي كذا كذا إقراءاتك، ها أنت الحين تبقى الناس طالعونك، يجي للناس المؤمنين واللي هم كلام غير. المؤمن يعطي كلام غير وهذاك يعطي كلام غير، أما المؤمن فيشوش لفي في أموره الخاصة، عنده دراسات عنده علم نفس عنده خبرة متراكمة من خلق الله الأرض إلى الحين، هو إبليس يشتغل عنده خبرة متراكمة عنده دراسات شيطانية،
يجي للإنسان المؤمن يبرر له أفعاله القبيحة أو يقول هاي أفعالك الزينة فيها رياء فيها كذا. أنت تقوم تصلي الليل لويش؟ تعبان أنت؟ أو يقول كلهم بيعرفونك، شوف البيت بيعرفونك، خلي يعرفون يصلي الليل. صلاة الليل هذه من أبسط ما هي على المؤمن. أولئك يحيون الليل والنهار مس قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت تسلك هذه الساعة 10 الساعة 11 كم تصلي 11 الصليل قبل ما تطالع هالأفلام وكذا وكذا، قم أدلك كم ركعة وأخف ما يكون أصل. لا تقرأ قل هو الله أحد مثل ما تقول لي واحد منهم الله يحفظه ويطول عمره. تسألني أقرأ التوحيد 10 مرات ما 30 مرة، قلت لا أقرأها بسم الله صلاة الصلاة. خففوا على أنفسكم، لأني دا سويتها 30 مرة وهي سويتها كذا وهي سويتها كذا بعد يثقل عليك. سوها مرة، أنت عامل باشر بتروحين الشغل، سويها مرة. ها؟ يقول شوف كل الناس طالعون تصلي صلاة الليل وانت فوق المنبر تكلم. إيه صلاة الليل اعتيادي عند المؤمنين، هذه ما فيه إشكال. وخل الشيطان، الإمام الخميني رحمة الله عليه صلي الليل في الطائرة من فرنسا اللي حقوا عليه الكبار من شاف المنظر، والحين يعيدونه طبعا، من فرنسا إلى طهران جاه وقت صلاة الليل، فكان يصلي وهو جالس وبدل الخاتم كل حين يخليه في مكان، يعني هاي الركعة ركعتين خلص لها 4 6 وكذا يبدل الخاتم. نشوف احنا صلى صلاة الليل في الطيارة، ويوم جت الصلاة صلى إمام جماعة والسيلان فيه، واحد يجوده ويصلي صلاة جماعة، ولا قال يقولون امرأة صلاة الجماعة، ليأكل الشيطان أقبح شيء. أصلي الليل وصلي الجماعة وخلي اللي يقول الشيطان يقول. هناك صدقة سر وهناك صدقة جاه. صدقة السر اللي تعطيها الناس ما يدري، صدقة الجار واحد جاك محتاج أعطيته، هي صدقة جارية العنانية. كذلك الصلاة، في عندك عبادات خاصة وكذا شيء آخر، هذه صلاة الليل أشبه بصلاة العلن الآن، أقل ما يمكن على الإنسان والشاب المؤمن ويصلي الساعة 2 ويا الواحدة 2 ويا الأفلام 10 دقائق ومأدين ما فيه شيء. بل بعض النوافل، وجاينا رمضان الآن، في صلوات في رمضان أن يقضيها أقل أدنى أدنى أقل صلاة صلاة جعفر الطيار، هذه أريح ما يكون. والله 100 ركعة و50 ركعة و12 ركعة وكذا وكذا وكذا، خله يأخذ من الصلوات هذه، خليه يحيل يلتقي، ما يقول طالعوني ما عليك مطالع، هذا الشيطان وسوس لك. والله يطلع على شنه نيتك في الصلاة، هذا اللي يصلي في السفر يعلم الله نيته، يصلي قدام الناس صلاة الليل يعلم الله نيته، رائي أم يتجه إلى الله، الله يأخذ كذا. أنت خل هذا متعلق بالله، أنه الصلاة يعني قليلا، وين تخفي نفسك؟ تنزل في الأرض عن زوجتك عن أولادك عن أخوانك عن أمك عن أبوك عن قاعدة تصلي؟ هذا كله من عمل الشيطان يوسوس لنا، طالع طالع وطالع وقول طالعني عشاك تموت، تفل عليه كم مرة مثل ما ورد في أحاديث السنة، يقول تمر على جانب اليسار تتفل عليه 3 مرات. على أي حال، أنا قصدي لا يشوش لنا في أعمال التقوى، في أعمال الصلاة الجماعة، في حضور المساجد، في الجمعة، في الدعاء، لا يشوش علينا ونروض نفسنا ونستعيذ بالله من. فلذلك هذه مر علينا جديد طائفة، تذكروا تذكرنا الله، فإذا هم مبصرون وأخوانهم أخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصون. هذه دا سوى اليوم منكر باشر 5 عقوب باشر 10 20 30 قتل صحن سرقة كذا، هذه أخوان الشياطين مهما سوى روحه مطوع وطول لحيته، وربما بعد طول لحيته وقصر ثوبه، فئات ناس طول لحيته وطول ثوبه وقصر لحيته، على أي حال ها؟ هؤلاء إخوان الشياطين، وفي إخوان شياطين هم سرسرية شكل سرسري وعمل سرسري، في ناس إخوان شياطين لباسهم لباس تقوى نستجير بالله منها ومنهم نعوذ بالله من ذلك، وعملهم عمل الشياطين أو يخالطه الشيطان، كأن يستجيح أموال الناس، واحد شيخ وكذا وعلي عمامه وجيوعه ها
وتالي يتصيد من يعطونه خمس بلعه هذاك سايل في دمع الناس ودماءهم وعرقهم وتعب وجو يبغون يتقربون الى الله. عندك خمسه انت لك في مال. طبعا ما في احد من المعممين. اتكلم لنفسي انا هذا عمل الشيطان. هذا تشوف شنو الوكالة اللي أعطوك لصرفها. وما أبرئ نفسي إن شاء الله، أنا ما أكون منهم ولا أحتاج ولا أقع في ذلك، ولكن أضرب لك مثل مو بس الآخرين اللي يشدي، لا حتى إحنا لازم نراقب أنفسنا. إحنا أولى نراقب أنفسنا، الرقاب علينا أزياد. إحنا إمامنا أمير المؤمنين، ها هذا تعرض الأعمال على رسول الله وعليه، يمكن يبكون إذا رأوا عملنا. أما إذا رأوا عمل آخرين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يمشي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذا ما أتكلم عنه. ولا نكفر الناس، إحنا ما لنا شغل بتكفيرنا. مؤمن كافر ذنب على جنب، إحنا علينا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا تقول هذا أنا سقط قلاك ودينهم زين وقالوا كذا وكفار وحنا مشغلتي. أنا علي أن أنصح أول أحمي نفسي ومن هكذا، وأنصح أن أمكن الناس وإلا ما علينا. مو معنى هذا نروح نقتلهم، لا إحنا معنا دماء، ما إحنا دمويين ولا نكفر، ما علينا شغلة. مؤمن كافر ذنب على جنبه، لكن أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مسؤولية. نعود، هذا شهر الرحمة، محطة للاستغفار، محطة للتوبة، محطة تجديد للالتقاء. كمحطة الحج، شوف يدور سنة يجي أثناء الحج، يجي عرفة، يجي العيد، هذه شعائر الله. ها وهذه محطات لتقوى القلوب، وليس كلامي جديد وإنما تذكير. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد الطاهر. إذا في سؤال شيء أنا بخدمتكم. أخذنا الساعة يمكن يعني حتى لا تسعة ونص. أحسنت سماحة الشيخ، رحم الله والديكم. إذا في أسئلة. بالنسبة سماحة الشيخ إلى وجوب التوبة، هل التوبة يعني أنا شفت أحد الفيديوهات للسيد ياسين موسى ويتكلم عن هذا الموضوع، لكن حبذا لو أفدنا الحضور الكرام، هل التوبة واجبة على الإنسان أم أنها مستحبة؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أنا أختلف عن الأحاديث العرفانية، أنا حديثي دائما بهذه البساطة، مو عرفاني وكذا. يمكن السيد ياسين حديثه أرفع وكذا، نتكلم بالبساطة. إنما يتقبل الله من المتقين. في تقوى موجود قبول العمل، لا يوجد تقوى يرجع العمل لصاحبه. والتوبة من أعمال المتقين يجب أن تكون. والله إنسان يعمل بلا توبة إلى الله. توبة إلى الله يعني الرجوع إلى الله. بعد يعمل لماذا؟ يعمل لماذا؟ يمكن يقول أنا ما أستطيع أن أمحو الآثار. تمحو بالاستغفار إذا كانت للناس تؤدي حقوق الناس، وإذا كانت لله ولا تستطيع قضاءها تستغفر. يعني فينه؟ يعني واحد خرج منه كلامه مزين كذا، هذا بعد ما كيف يقضي؟ هاي استغفر الله منه. واحد حلف حلفه مثلا، افرض حدث عنده حلف يعني قسم، والقسم باطل، هاي يسمونه هل يعني تلقي بصاحبها الى النار. القسم نوعان، اضرب مثل من امثال التوبه. القسم نوعان يا إخواني، قسم على شيء من تمسوي، يعني قسم العهد يعني أن لا أفعل ذلك، أن لا أفعل هذا الشيء. مثلا ما بروح بيت أخوي، تحلف
هذا ما تروح بيت أخوك باطل ساقط، هذا ما يسأل، ما تستغفر الله وانتهى. لا، في المباح أني سوف أسافر إلى العراق، هل قد أسافر العراق هذا العام، تحلف أو أسافر إلى يعني عمل مستحب أو مباح كذا ولم تستطع، عندئذ تكفر وانتهى، هاي توبة تستغفر. لا، في عمل القسم الثاني، لا، قسم عن الماضي وليس عن المستقبل، أنا أتكلم عن المستقبل. عن الماضي يعني ماش سئلت فشهدت خطأ، حلفت بالله أن هذا الأمر ما صار، هذا يسمون اليمين الغموس. فإذا كان القسم كذبا ما صار هذا الشيء أو صار، تقول هذا تحلف أن صار هذا الشيء وهو ما صار كذبا، فهذه يمين غموس تغمس بصاحبها في النار. هذا ما لي تكفر عشرة أيام، تكفر عشرة أيام على يمين المستقبل مو على يمين الماضي، مو اليمين اللي فيها خبر، مو تقول ما صار هذا الشيء، تحلف فلان ما سوى فلان شيء، هو سوى انت شيء، أو بالعكس تحلف أن هذا المال لفلان هو مو إله، هذا المال مو لفلان وهو إله، يعني بعكس الحقيقة تحلف. هذا يمين غموس، ما تكفر العشرة أيام، كفر الاستغفار والتوبة. وأن إذا كان لآثار مادية لفلان تمحو الآثار اللي مضت. فقصدها مثال عن القسم، أن تمحو ذلك والله ما يستقيم الأمر، والله حسابه عسير، فلا بد من التوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت بأن هذا الشهر العظيم شهر رمضان وهو محطة حتى للإنسان، محطة للاستغفار ومحطة للمحاسبة وإلى آخره، من أجل أن يحافظ الإنسان على الاستقامة، مو قضية أن يجي شهر رمضان بعد ما ينتهي شهر رمضان يريد يرجع إلى حالة مثل الانحراف والعياذ بالله أو ذلك، فكيف يتهيأ إلى هذا الشهر من أجل الحفاظ على الاستقامة؟ كيف يتهيأ لاستقبال هذا الشهر؟ اللي فهمت يعني كيف يحث على الاستقامة؟ ها؟ ما سمعت إلا. بس أنا فهمت أن يقول كيف تحث على الاستقامة؟ لا، هو أنا أقول إن هذا الشهر كما تفضلتون شهر المحاسبة وشهر الاستغفار ومن أجل أن يحافظ الإنسان على الاستقامة. نعم. مو قضية شهر رمضان ينتهي شهر رمضان يرد يعيد. فكيف يستطيع الإنسان أن يتهيأ؟ كيف يتهيأ لاستقبال هذا الشهر المبارك من أجل الحفاظ على الاستقامة؟ يعني من أجل الحفاظ على الاستمرار. هذا الكلام سليم، بس عندنا باب أزيد منه. إحنا إذا بتشوف يعني هذا تشجيع لنا أن هذا الشهر هو شهر العبادة وشهر الاستقامة وكذا، يجب أن تكون حياة الإنسان هكذا وليس شهر رمضان، وإنما شهر رمضان من باب الزيادة والتذكير. وإلا الإنسان يقول الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام باقر، يقول كان أبي دائما حتى في جنب مجلس وشفته تتحرك بذكر الله. يعني فهمت كلامي؟ يعني ما في فرصة للإنسان أن ينفصل عن الله. مثلا مرة عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس ما حال ابن عمك؟ مين هو؟ قال علي بن أبي طالب. قال تركته مريت عليه ينزح الماء، بهذه الكلمة يعني يطلع الماء من الجليب من الجفور طبعا بالإجرة للناس، وهو يتلو القرآن، مو يعمل بس عمل الدنيا ولسانه بالقرآن. فهذا احنا نسيد بأن شهر رمضان نشجع الشباب وكذا أن يتذكروا ويقبلوا على الله. ومثلا الآن يذهبون إلى مجالس الذك في المعتاد، أن يصوم، أن لا يضيع كذا، أن يروح يستمع القرآن، يحضر مجالس الاجتماع، يزور الناس، يصلي ما استطاع وهكذا. وحافظا
يحافظ على الذكر العام. ولكن هذا في الذين الآن نطلب من أو الأئمة قصدي العلماء والأولياء الكبار والمؤمن والخلص كذا، هذا عندهم عادي لأنكم صوم الناس من صوم رجب وشعبان عادي الصيام، فهمت قصدي؟ هذا من باب أنه يرتقي الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى، أما أولئك فوصلون. أتذكر واليوم قاعد أراجع هذه المسألة في خاطري، أقول لا يمكن شيخ عادل مشتبه شوي يتكلم مرة من مرات، إحنا في قوم شعب شيء الكلام، يقول كان أحدهم كل ليلة يحيي أعمال القدر كل ليلة. قلت لا، لعله الشيخ أراد كل ليلة في شهر رمضان من العلماء يعني. رديت قلت لا، لعله الشيخ أراد أن يقول من 18 إلى 30 يحيي ليالي القدر، مو معنى كل حياتي يحيي ليالي القدر، يعني معنى قصد هذا التقي. يقول لك شوف أعمال القدر إيش قد صعبة، يقول هذا منشغل بإحياء ليالي القدر يعني بما يقرب منها في لياليه العادية بالنسبة للأولياء والأتقياء والمنكر، لكن يبقى شيء لا يكون على حساب قوت العيال ولا على حساب الرحال، لأن هذا أيضا مثاب الإنسان عليه. هذا إذا بيسر طول شهر رمضان إلى الصبح ما يقدر يروح العمل باشر، ما يصير في غير إخلال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهذا الاستعداد الاستعداد العام الحمد لله الذي نعيشه الآن صحيح هذا في بيئتنا، وجنبنا البيئة الأخرى اللي ضيعون وقتهم في الملاهي اللي ما فيها آه. وأيضا أنصح أيضا في شهر رمضان، أنصح نفسي وأنصح إخوتي أيضا بشيء واحد، شهر رمضان ليش شهر الأكل يا جماعة؟ هذا اللي يطبخوا لنا وش سوون فيه؟ لا خليتوا لنا ثريد ولا هريس ولا بلاليط ولا خبيص ولا القيمات ولا ماذا ولا كباب ولا كذا، هذا مو شهر الآن، فوزنوا روحكم في بداية الشهر، مو قصدي انتم ليه أكل واجد، خليه وزن نفسه بداية الشهر وزن نفسه بداية الشهر أشوف زاد يعني، هذا مو عكس حكمة الصوم. لكن الإنسان في حدود، خلي يكون شهر رمضان دارس موجود يطبخون في حدود، يصير تهادي كل واحد يهدي الثاني نعم، ولا يرمون الباقي هذا حرام يسوون لكم ما شاء الله وبعدين محل المزبلة، هذا ما يجوز شرعا عند الله، هذا يدخر. وأيضا لا تقول عن الخسارة بناكل عن نرميه كأن هذه محل بدل الشارع يحط ببطنه، هذا مو زين يؤذي نفسه. ولا هالغبقات اللي هاد تو فاطر قالوا اليوم غبقة بيت فلان ولا يسوي اليوم عيش وسمك صافي وما أدري شنو كذا، ويلا خلي ووش صوم باكر ما يقدر يتنفس، هذا مو صحيح يا أخواني. كل شيء في حدود في اعتدال، لا يتغير عليك الشيء كل حتى لا تجوع. بس أما هذا الأكل الإنسان اللي يثقل نفسه بأصلاً يشغل عن العبادة يتحول إلى شهر أكل وشرب بينما هو شهر صيام عن أمير المؤمنين كما تعلمون في الـ في الـ في الـ في ليالي التحاريم. يقول ليش ما تأكل كذا؟ أريد أن ألقى الله وأنا جائع. فإحنا ما نقول بعد أنت جاية، نقول إحنا كلنا على سفر إلى الله باعتدال. أما ويل لمن جعل بطن كذا مقبر كذا أو مقابر الحيوانات أو قتلته البطنة، رمضان أكل باعتدال أيضا، طبخ باعتدال أيضا، مو تقول بخل، مو بخل أيضا، هناك إسراف بخل، إذا بخلت عن نفسك ألا تشبع تجوع وتدخل ما. لكن هاي الطبخ الكثير وتقطونه، أولا تتعبون المرأة في البيت، والناحية الثانية مآله لهذا إلى المزبلة أجلكم الله، وهي نعمة عظيمة. فإن أكلتموه فهو كثير جدا، هذا أيضا يكون في اعتدال تربية. نعود هذه الاستقامة، أولياء الله العظماء دليل الفقهاء وأمثالهم كذا ما نقدر ندركهم، هذا كل أيامهم أيام كأنها شهر رمضان. أما نحن فإن شاء الله نترقى شيئا فشيئا، نحيي هذه بالصيام في النهار بالمحافظة على الفروض، النوم فيه تسبيح إذا كان بعد الصلاة،
أما إذا هذا بعض الشباب الآن، ما أقدر أقول بعض الشباب، بعضهم الآن يسهر إلى قريب الفجر، وقريب الفجر ينفخ الشيطان يبول في أذنيه ونام عن صلاة الصبح. أنت ليش سهره؟ إذا ما تستطيع للصبح اسهر للصبح كذا، أو نام من وقت بعد للصبح، يسهر وبعدين قريب الصبح ينام، خاصة عطلة الصيف الآن وتفوته الصلاة. نعم لو نام ولم يستطع أن هذا بدون قصد ما عليه شيء، أما لا يبع أن يكون مأثوما إذا تعمد التأخير والسهر وهو يعرف أنه لا يستيقظ الفجر. أحسن سماحة الشيخ، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآله الطاهرين.